بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا حوار قصير مع الأسرة المسلمة التي استضافت الأخت الكاملة شحاتة ذاخر زوجة الكاهن المنياوي تداوي السمعان، والتي أسلمت لربها ثم هاجرت إليه وتركت بيتها وذهبت لكي تشهر إسلامها، ولكن سلمت إلى الكنيسة ولا نعلم مصيرها حتى الآن. هذه الأسرة المسلمة هي معنا الآن في حوار حول تفاصيل إسلام الأخت كاميليا والتفاصيل التي كانت عليها الأخت قبل أن تسلم إلى الكنيسة. معنا أخونا أبو محمد وابن محمد والأسرة كلها معنا إن شاء الله تعالى في حوار قصير. فأخونا أبو محمد يا ريت تحدثنا عن إسلام الأخت كاميليا والتفاصيل والحيثيات التي كانت عليها قبل أن تسلم إلى الكنيسة. بسم الله، نحمد ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم عليه. الأخت كاميليا جزاها الله خيرا وردها إلينا سالما مسلما مؤمنا إن شاء الله تعالى. تبدا القصة معها. أنت جاءت مكالمة تليفونية من طرفها، فقالت نريد أن أعتنق الإسلام. طيب أنت من أي القرى؟ قالت أنا من درماس. طيب يعني أنت تأتي؟ قالت يعني في الميعاد متحدد. فما قبل ما ياتي البيت والمكان والأحوال دي حرر يومين كده. هي اتصلت تاني، كانت هي مستعدة، ومجرد ما قالت أنا مستعد الآن. كان الوقت متأخر من الليل، فانتظرت في مكان ما الذي بيطلع عليه، ورحت المناصرة جبتها وعلى البيت. رأينا فيها من البداية والله الصدق والأمانة والإخلاص والنية الخالصة للإسلام فعلا. فالأخت لا يختلف عليها مسلم ولا مسيحي من ناحية أخلاقها العالية والأمانة والصدق والمعاملة الطيبة مع كل الناس. فعاشت بيننا حوالي يعني 3 لـ4 أيام، ثم زرت بها إلى القاهرة. فكانت في خلال الأربع أيام دول كثيرا ما تقرأ القرآن، وكثيرا ما يعني تسأل عن أمور الدين، وكانت يعني فعلا كل أذان صائمة. لاحظت فيها تضحية من أجل الله عز وجل عندما تركت ابنها سن سنة ونص يعني من أجل الله عز وجل. فهذا لا ينمي إلا عنها يعني إنسانة مضحية من أجل الله عز وجل. ف يعني كان زوجها كما حكت لي له أمانات عندها، يعني تبرعت من الكنيسة كده لأني عرفت فيما بعد أن زوجها قمص. عرفت ان زوجها خمس، فقالت لي هو كان بيجيب تبرعات بالكنيسة، فكنت بحطها باسمي في صندوق البريد. فراحت صرفتها حوالي 35,000 جنيه وحطيتها في مظروف، وكترت عليها ده كله من كل الفلوس اللي باسمي بتاعت الكنيسة، لان عارفة لو انا مشيت انت مش هيجي تصرفها تاني. بس ما جاتليش كده يعني، جات له في وجود بقى كتبت عن مظروف يعني. فبعدين خرجت واتت الينا يعني، فمن ضمن برضه الاخلاص بتاعها وان هي داخل الله عز وجل او الامانه، فبرضه سابت باقي ذهبها في البيت. جات البعض بعته والبعض ايه تركته. قلت له والله انا طبيعي ان انت جبتيه، الاسلام كان هيرجعه، فكنت ارجع فلوس لاصحابها والذهب لاصحابها. ف المهم يعني لقيت انسان يعني حتى جاءت مغتسله يعني، وده سبب يعني انت لسه جديده، انما الذي يخاف الله ويخشى عقابه هم العلماء. فقلت الان انا ارتحت جدا لهذا العمل او لهذا الراي يعني ولهذا التفسير. فربنا يكرم يعني أسرت في الأسرة كلها،
حبوها وحبتهم، حتى كان عندي بعض الأخوات برضو اللي كانوا يعني يريدوا الإسلام، فكان يعني مزيف الاهتمام، فكان كثيرا من لهم لا دي فرصة يعني حاولوا تهتموا شوية، وربنا يكرمنا وإياكم، يعني أنتوا قرايكم ستة أهليكم، فلابد أن يعني تأخذوا الدين يعني بجد شوية. وأخيرا سافرت بها للقاهرة لشهادة ما طلع من مزار شهادة اعتناق، ثم توثق من وزارة العدل للإشهار. بعد كده الآن تمكنت، ولكن القدر حال بين ذلك، إن أنا أمسك الشهادة لازم أوثقها من وزارة العدل، ما في أحد يستطيع أن يرد. ولكن حدث هناك ما لا يحمد عقباه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كل ما الأول نحن أول يوم دخلنا الأزهر، وكان معي واحد ثاني اسمه أبو يحيى، فربنا كرم و يعني عملنا الورق وبعد التوقيع الدور الأزهر، ذهبنا تأدية صلاة الظهر، ثم رجعنا كان في جندة حوالي 10-11 حالة وتشهر أو أكثر. فأنا بقول لهم يا رجع عشان نحن صعيدة وبعد شوية عايزين نورج الوقت عشان نبدأ نلحق قضاة العدل النهاردة. فاسمها ايه؟ قلت اسمها كان ليش حاجة. فمسك الورق وقال اه، وراح ضرب كف كده وقال لا دي جاي انا يعني عامر ان دي تحال بكرة، ان شاء الله تجيبها بكرة، هتحال اللجنة من القساوسة بحضور الامن، وغررونا بكلمة وإن أصرت فانطلع لكم شهادة، وإن كان رأي خلاص ذلك يعني تظهر مع القصاص. وعلى هذا الأساس يعني رجعنا في نفس اليوم بدون أن يعني أن نفعل شيء غير أني وقعت الورق ومزالة الأزهر يعني، ووقع شهود برضو على ذلك نزل شهادة الاعتناق. ثاني يوم معترين نروح ما نروح. هو في ورق موقع عليه بإيديها في الأزهر؟ أيوه في ورق موقع على بإيديها على شهادة الاعتناق في الأزهر. ماضي موقع واثنين شهود موقعين برضه وصور بتلكم من الأزهر. فربنا يكرم بعد نروح مع بعض أنا والأخ بالعائلة نروح بيها ثاني ما نروحش لأن نخبها شوية لا كده. أنا كان رأيي حقيقة ما نروحش. ولكن لما جينا الاخ ده جاي الكلمتين دول راح داخل لجوه ولقينا يتصل بيه، الرغم بيتصل بالامن، فقلنا احنا نسبقه وانا اتصل ونحكي لهم الحكايه. فاتصلنا بامن المنيا بحيث ان هو المحافظه تابع عليها، وحكينا لهم الحكايه، قالت خليكم معنا تليفون دايما واحنا نقول لكم تعمل ايه. بصراحه كنا نرى فيهم صدق في الكلام يعني، والله اعلم بالنوايا. قلنا خلاص بلاش تروح بكرة، فخلاص سمعنا طاعة. فبعد شوية في الفجر كان في الوقت ده غير مواز قامت يعني نظام مزارات وملا مزارات ومنا مزارات ومجازين اتوبيسات وركبوا فيها وجينا للأزهر. فأمن المنيا منعهم كلهم من السفر للأزهر، وظن منه انه كده بيجي الموضوع في الازهر امن ومحدش جاي. فاتصل بينا الساعه 7 الصبح وقال لي يلا الطريق مفتوح قدامكم، حاولوا تخلصوا اوراقكم واحنا امنا الطريق. ففعلا ركبنا عربيه ورحنا بدري، ولكن يعني افضل ما وصلنا في الزحمه كده لقينا انا يعني حقيقه اللي شفته في الازهر لانه ليس الازهر يعني الاحوال توصف يعني قساوسة كثيرة وبر المبنى وخارج المبنى وداخله، وأمن يعني كثير جدا. ويمكن احنا قلنا لها برا لما شفنا الوضع كده عرفناها مكان العربية ورقم العربية ودي عارفة لونها وديناها المفاتيح، وقلنا لها انت امشي ورانا بشوية في حين لو زمجت الأمور ترجعي او نشوف نديك شهر ترجعي وكنك لا تعرفين ولا نعرف. وفعلا من على الباب يعني وجدنا هذا الامر، فشرنا لها بطريقه خفيه رجعت هي منتقله طبعا ما حدش يعرفها، ولكن احنا الاثنين شكلنا معروف.
فمشى علينا مسؤول أمن ومعها واحد من النصارى فبيقول غطيبكم. فقلنا له بصراحة احنا مش يعني احنا داخلين كزراعية ولا داخلين أزهر نصلي؟ احنا مش عارف هو تخصص هذا بتاع ده خصخصتوه ادتوه يعني بعتوه احنا مش عارفين اذا كان يعني بيبي كزراعية بين يوم وليلة الأزهر الشريف منبع الإسلام في القاهرة وفي الوطن العربي كله بل في العالم كله بعتوه يبقى نأسف للقساوسة ونقول له احنا داخلين غلط. فيقول لك المسؤول عرف كده وكشف فقال اتفضل وصل. رحنا صلاه الضحى كان احنا يعني كنا على ضوء الحمد لله وخرجنا لقيناهم متابعين. وفعلا سالونا ثاني طب يا جماعه بطيبكم انا اعترضت انا اليوم بطاقه قلت انا عمري ما شفت مسجد الواحد داخل فيه خاصه الازهر بقراءه بطاقه انا مش داخل مزيد امن ولا امن عام ولا مش عارف ايه ولا مطار. يا حاجة ابو محمد انا في حاجة مش فاهمها. انتوا دلوقتي حضرتك بتقول ان انتوا كلمتوا الامن المنيا وامن المنيا قال لكم روحوا خلصوا الورق فانتوا رحتوا الازهر لقيتوا الازهر فيه قساوسة وفي مسيحيين وفي كذا. الحتة دي انا مش فاهمها يعني مش فاهم الحتة دي بالظبط. لما انتوا دلوقتي كلمتوا الامن المنيا قال لكم ايه بالظبط ورحتوا الازهر تاني يوم لقيتوا القساوسه هناك والمسيحيين وكده ولا يوضح لي بس النقطه ديت واتمنى ان صوت حضرتك بس يعلى شويه بس. حضرتك يا دكتور امن المنيا بيتكلم عن الناس اللي رجعها من المنيا يفكر ان كل دول لجان العباسيه النصارى طلعوا والاعيال دي وقساوسه وذهبوا للازهر عشان كده لقينا الهدى هناك خلاف كده. الامن المنيا لما اتكلم عن خلود المنيا ما يعرفش ان في هناك ناس تانية منتظرة وعاملة زعرينا اكمل حضرتك؟ اكمل. فبعدين لما لقينا الهدى كده هي بناء الشر رجعت يعني بعد شوية على طول مباشرة يعني واحنا قعدنا بعد المشاهدة في الاول دخلنا صلينا واحنا راجعين برضه قلت ايه؟ طب احنا عايزين نتعرف عليكم. قلت يعني ايش معنى احنا من دون مين بدك تتعرف علينا؟ ايوه نفسي اعرف بكلم انا مسؤول الامن جنب بيت خصيص يعني. فقال لي يعني من حضرة التعارف. قلت يعني انا ممكن اقول لكم انا منين؟ إيه؟ انا صعيدي بس لكن بطلت مش طلع حد. مفيش قانون بيقول لي ان تخش الازهر تطلع بطاقه. بيقول لك يعني انت لقيتوا القساوسه في الازهر؟ نعم. نعم القساوسه كانوا داخل الازهر. فاهم؟ وبعدين قلت له انا صعيد. ف والاخ اللي معايا يعني ابو يحيى جزاه الله خير وبارك الله فيه يعني دعانا كتير في حالات زي كده. طلع لك من الصحافة معانا أنا رفضت الدين بطاقة وطلع لك من الصحافة. فالمهم طلعنا برا وجينا العينين علينا مراقبانا أينما نزل. معلش يا حاج أبو محمد أنا عارف إن أنا بتعب حضرتك بس أنا بس عاوز أفهم يعني هو دلوقتي أنتوا رحتوا تاني يوم للأزهر وجدتوا قساوسة داخل جامع الأزهر دي قضية خطيرة جدا يعني دي نقطة في غاية الأهمية عاوز حضرتك بس توضحها لنا ويا ريت يا أخي محمد تساعده يعني حضرتك برضه إيه تدخل في الكلام علشان نفهم. أنت حضرتك دلوقتي رحت تاني يوم الأزهر عشان تشهره للأخت على حسب تعليمات أمن المنيا صح كده يا محمد؟ رحت لقيتوا المسيحيين القساوسة داخل الجامع الأزهر؟ يا ريت توضح لي النقطة دي جدا يا محمد النقطة دي مهمة قوي. بس القساوسة مش عند مش على المفارش والبتاع لا بره كده في حته ممكن تدخل عليك العميل دار غيرتا فهم موجودين في المنطقه دي وخارج المسجد ده عدد كبير جدا يعني. انما كل وجودهم داخل الازهر في المدخل لكن مش عند الفراش وحيط وده من هي الحته دي اللي